عسلي ما شنو لكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير الخير وان شاء الله نهاركم زين. اليوم جيتكم فيديو جديد مع حفيجه بنينه دباره هكا نتاع فطور والا نتاع شيء تعمل 66 كيف. اخر مره مشيت ليدل حاسيلو كل ما نمشي للغادي نقول يا ربي خش يجيبوا لنا الفلفل الاخضر هذيك التونسي. اوفا لقيت منه اول ما لقيته قلت لازمني نعملكم الفلفل المحشي، ومش هذاك هاو اكيد عملت لكم معاها الصوص الحمراء اللي تمشي مع الفلفل المحشي فيه بنينه بينا مش نرمال مع باقيت سخونه ما نحكي لكمش نودكم ونتهيكم. دوك اقعدوا معايا ترموني للاخر باش تعرفوا كيف باش نحضروهم، وما تنسوش باش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للفلفل المحشي بتاع اليوم باش نعملوه بالحمى فروم، تنجموا تعوضوا بالدجاج والا بالاسكالوب اي حاجه تحبوا تاكلوها انتوما. بالنسبه للفلفل انا بيان سور باش نستعمل فلفل هذايا يكون احلو. فرحت على الاخر لقيتو اذا كنكم في ايطاليا وتفركسوا عليه تلقاوه في ليدل توا ولاو يجيبوا فيه، واول ما ريتو قلت لازمني نعملهم فلفل محشي خاطر ما عملته لكمش قبل. دونك لهنا خديت 8 جرون كبار نتاع فلفل، تنوريكم من بعد كيف باش نحلوها وكيفاش باش نقصوه. باش نستحقوا زاده بين 400 ل 500 جرام الحمى فروم، بصل هذه البصل الاخضر نحبه الاكثريه اكثر خاطر ياسر ياسر يفوح وبنين. تنجموا تستعملوا اي نوع بصل انتم تحبوه، تاخذوا راس بصل وسبا. انا لهنا خديت زوز داك الطويل وقصيت زاد داك البارتي الخضراء نتاعو ياسر تفوح. باش نستحقوا معدنوس الكميه اللي تحبوها انتم، قصيتو جويد على الاخر وغسلتو بالكدا اعظم، يا باش نستحقوا يا كعبه يا اثنين احنا والخليط ونشوفوا عندنا ميزاننا. بالنسبه للتفريح باش نستحقوا مغرفه صغيره تابلو كرويه خاطر ديما اللحم البقري يحب التابلو كرويه، مغرفه صغيره فلفل احمر، شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، زوز سنون ثوم، شويه كركم، ومغرفه صغيره ملح. اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا الفلفل. دونك نوريكم كيفاش نعملها، ناخذ هكايا ونعمل هكا يخرج اكل القالب الكل، نخرج منه الزريعه كما هكايا هيتو تخرج الكل سايله على الاخر، ومن بعد ضروري على الاخر انكم تقصوها هكايا باش يكون مستوي، باش من بعد نجموا هكا نوقفوه ونقليوه. وباش نكمل الجرون الكل هكاكا بنفس الطريقه سهله برشا، تنحيوا الغله بالطريقه هذه بصبعكم جست هكا تنزلوا اوب تخرج الكل، نحيوا الزريعه الكل ونقصها باش تجي مستويه ويقف بسهوله. ها سهله 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 ما فيها حتى شيء، اون بليس باش نحضر معاها من بعد الصوص تشوفوا قداش تجي بنينه. نكملوهم الكل هكيكا بنفس الطريقه ديما بصبعكم هكايا اوب تقص ويخرج بسهوله. كان ما تنجموهاش اعملوها بسكينه، انا عطيتكم طريقه ياسر طيار هكا فوالا. هما يقولون الفلفل هذوما ماهمش مستويين بالكدا دونك شكونوا يتيحوا هكا شويه لكن مش مشكل، المهم تستويوهم. حطيت شويه زيت يسخن وتوا باش نضيف عليه البصل، خليه الزيت دوبا ما يتقلى شويه الزيت ديجا هذي كيف ما يدبل راهو. نضيف عليه توا الحمى فروم، نحلو هكايا بشويه خاطر يبدا يشد في بعضو، نحلوه هكايا خليوه يتقلى هو والبصل. بدو بيكم تحطوا الحم وهو ني في وسط الفلفل راهو ما يطيبش، لازم تطيبوه هكايا وحدو وتحضروا الحشو من بعد تحطوه سينو يقعد ني في وسط الفلفل. ونضيفو الفاحات الكل ديجا الثوم رحيتو هاكا، فلفل أكحل، تابلو كروية، كركم وفلفل أحمر، بالطبيعة متنساوش الملح، ونخلطوهم مليح، ونخليوه توا يطيب ساقا لعقلو، من يتقلى بالكدا ونراوه طاب من بعد نحيوه. وهذه الحمى فروم تاعنا احضر ريحته فيوحه ما شاء الله، وتنجموا تزيدوا له شويه نعناع شايح زدته انا شويه راهو ياسر ياسر يفوح، نسيت باش نقول لكم قبيله. نزيد له توا المعدنوس ونزيد كعب عظم، نخلطوا كل شيء مع بعضه ونشوفوا عندنا ميزان، اذا كاين تستحقوا اكثر عظم تزيدوا.
ما تكثروش برشا، ما تعملوهاش جارية، في نفس الوقت لازمها تكون يعني الخليط متماسك. تنجموا زيدا تزيدوا جبنة اذا كنت تحبوا، انا الحقيقة ما نحبش نحط فيه جبن خاطر باش نعمل معاها صوص الحمرة، دونك نحبوا هكايا. وباش نزيدوا كعيبة اخرى كيما ريتو سهلة ما فيها حتى شيء، ها سهلة برشا. ريتو الخليط كيفاش يكون هكايا متماسك اموره واضحة. يلا توا نبداو ناخذو هكايا بالقرن بالقرن ونعبيو فيه الحشو هكا، المهم عبيهم بالقدايا شويه وسع بال وكها عبيوها للاخر، مش جست تحطو هكايا وتسايبو، لا عبيوها لين يتعبها بالقدا بالقدا هكايا للاخر نتاع القرن. فوالا تعبى بالقدا، نحطهم هكا الكل على جنب ونكمل هكاك بنفس الطريقه القرون الكل. انا القرون اللي عندي جويدين شويه ماهمش كلي محلولين برشا اما مش مشكل، المهم لقيتو الفلفل هذا عندي برشا، نحب نعمل فلفل محشي وما سهلش ربي خاطر ما لقيتش الفلفل هذايا، ما نحبوش بك الفلفل يبدا كبير برشا هذاك، انا خاطر هذايا فيه مطعم اخر بصراحه وفيه بنه اخرى، حلاوة الفلفل المحشي كان بالفلفل هذا. فوالا تعبى بالقدا اوب ونحطو، وهذوما قرون الفلفل نتاعنا حضروا كيما تراو، وتوا باش نهزو نقليوهم. توا حطيت الزيت يسخن بالقدا بالقدا وجبت لهنا شويه فرينه، وقبل ما نحط كل قرن هكايا نعمل هكا في الفرينه باش هكاكا ما يتبزع حتى شيء وما يهبط حتى شيء. هلا بسم الله ونوقفهم بالطريقة هذه ونكمل هكاكا هكا. ردوا بيكم تحطوه بالماء في نار يبدا يطفق عليكم، ديما امسحوهم بالقدا قبل ما تحطوه. بعد ما يطيبوا بالقدا من فوق نهبطوهم ونخليهم يطيبوا على جناب. هذه الفلفل المحشي نتاعنا حضر كيما تراو ما شاء الله وتبارك الله، وتوا مقعد كان باش نمشي ونحضروا الصوص نتاعها. بالنسبه للصوص الحمراء باش نعملوها بالطماطم الخضراء، دونك لهنا خديت 5 كعبات كبار غسلتهم مليح قسمتهم كيما هكا دي كوب صغيرين، زوز بصل كالعاده البصل الاخضر بنين مش نورمال ياسر يفوح خاصه في الصوص هذيه، 4 فصوص ثوم رحيتهم. وبالنسبه للفاحات نجم تفوحوا باللي تحبوا، انا باش نحط شويه كركم من كل حاجه شويه فريمون شويه على الاخر، شويه كركم شويه فلفل اكحل شويه فلفل احمر شويه توابل كرويه ملح اكيد وشويه زعتر وشويه اكليل. حطيت شويه زيت يسخن وباش نضيف البصل خليه يذوب ما يذبل شويه، نضيف له توا الطماطم والثوم، نزيدهم لفاحات الكل ونحط الكليل، انا نحب الكليل الاخضر، كنت تحبوا تحطوا كليل معناتها بودر تنجموه، ونخلطوهم مع بعضهم مليح مليح، تدخل فيها كل الفاحات الكل وتتفوح بالقدا تجي ياسر ياسر بنينه وفيوحه. ما تزيدوش طماطم كونسونطري، خليوها هكا بالطماطم الخضراء، صوص عاديه كيما الصوص نتاع المقلي بالضبط. نتخيلها هكا مع الفلفل المحشي ومع باجيت كيما نعرفين سخونه بنه على بنه يلا خليهم يتقليو في عقلهم حتى لين تذبل لك الطماطم وتولي عندنا صوص. هيا سيدي توا فطوري حضر سي بون، الصوص حضرت مازالت سخونه كيما تراو، ما حطيتش فيها طماطم معجونه جمله جمله جمله، خليتها كان طماطم خضراء وقصيتها بقشورها بكل شيء، حبها هكاكا وهذيك كل ما نفعتها ديجا. ونكمل نضيف لها الجرينات الفلفل اللي حضرناهم هكا، واكيد ما ننساوش رشة المعدنوس مع شويه بصل اخضر تزيدها بنه على بنه. ايفلا هذه الفلفل المحشي نتاعنا حضر ما شاء الله،
ياه سري 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 شهي مع الساس. اون بليس مشيت نجري خديت كعبه باغيت مازالو سخونين بنه على بنه. نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله يا ربي تكونوا عجبتكم وصفتنا لليوم. كما شفتوا سهله برشا برشا. اون بليس البنه ما نحكيكمش نودكم ولا نشهيكم. ما ننساوش باش تجربوها كما العاده وتبعثوني لي فيدباك نتاعكم سير انستغرام. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.